على دعوتك. إن شاء الله سوف نبدأ الآن بإذن الله ورشة العمل الخاصة بعملية تصميم وبرمجة الروبوتات. في البداية سوف أقوم بعمل شير للسكرين. تمام. طبعا بداية أرحب بجميع الحضور في هذه الورشة العمل الأولى الخاصة بتصميم وبرمجة الروبوتات وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا بداية سوف أقوم بالتعريف بنفسي. اسمي معكم إن شاء الله الدكتور خالد إسكاف، حاصل على الدكتوراه من جامعة سالفورد يونيفرسيتي، التخصص الدقيق في الانتليجنت سيستم. عندي الحمد لله خبرة تزيد عن 20 سنة في عملية التدريس، كذلك عملية التدريب في تصميم الروبوتات والجزئية الخاصة بالبروغرامينج، سواء كانت باستخدام البايثون أو الجافا، وكذلك تحكيم دولي في المسابقات الخاصة بالروبوتكس. رحلتنا في هذه الورشة عمل سوف تستمر لمدة يومين. إذا ورشة العمل سوف تكون موزعة على يومين. كل يوم لقائنا إن شاء الله سوف يعني مدة اللقاء لمدة ساعتين، إذا في كل لقاء ساعتين. في اليوم الأول اللي هو اليوم إن شاء الله سوف نتناول بشيء من الإيجاز لجزئية مهمة اللي هي Introduction to Robotics والBasic Programming، بحيث نتعرف على مقدمة سريعة حول علم الروبوتكس، وكذلك نتعرف على ما هي الكومبوننت الأساسية الموجودة في الروبوتكس، وما هي العناصر الأساسية التي يجب أن تحتويها هذه الروبوتات، وكذلك سوف نتعرف على الجزئية المهمة في هذه ورشة العمل. ورشة العمل بصراحة 80% منها عملي، وسوف يتم توضيح الجزئية الخاصة بهذه الجزئية. إذن ورشتنا إن شاء الله فيها اكتساب لمفاهيم أساسية خاصة بالروبوتكس والجزئية الخاصة بالبروغرامينج وكيفية استخدام المبادئ الأساسية للارتفيشال انتليجنس داخل الروبوتكس. وهذه الجزئيات كلها مع بعض البعض سوف ننميها من خلال تطبيق عملي. إذا سوف نركز على جزئية التطبيق العملي. جزئية التطبيق العملي سوف تكون هناك باستخدام virtual environments. إذا كل المشاركين اليوم إن شاء الله يعني سوف يتمكنون من تطبيق كل الجزئيات العملية على أجهزتكم الكمبيوتر، وسوف يتم توضيح إن شاء الله في السلايدات القادمة كيفية تجهيز جهازك الكمبيوتر بحيث تستطيع تصميم أو استخدام روبوتس وتقوم بتطبيق كل الأمور المتعلقة بالبراكتيكال امبلمنتيشن التي سوف أتحدث عنها إن شاء الله خلال رحلتنا في هذا اليومين. السيميوليشن أبليكيشن الذي سوف نستخدمه اسمه الويبوتس، وراح نشرحه إن شاء الله بالسلايدز ونوري لحضراتكم كيفية عمل الانستليشن والسيت اب اللي خاصة بهذه الجزئية، بحيث كل التطبيق كما ذكرت كل التطبيقات العملية الخاصة بالروبوتكس سوف يتم توضيحها يعني ستيب باي ستيب امام حضراتكم، وسوف تقومون بعمليه تطبيقها مباشره على اجهزتكم الكمبيوتر. اذا الجزئيه الخاصه بهذه الورشه العمل انا حريص على انها تكون انتراكتيف، ليس فقط اني اوضح اجزاء واخبركم بها، لا، العمليه سوف تاخذ بعد اخر اللي هو عمليه التطبيق العملي اللي هو البراكتيكال امبلمنتيشن، وسوف يكون هناك تفاعل إن شاء الله إيجابي لحضراتكم. إذن هذا
خلال رحلتنا في اليوم الأول كما تشاهدون أمامكم على الشاشة. في اليوم الثاني سوف نتحدث هناك عن جزئية اللي هي الأدفانسد أبليكيشن، وسوف يعني يتم التركيز والتوجيه التركيز تبعنا اللي هي استخدام الماشين ليرنينج، لأنه نحن الآن نعلم أن هناك انتجريشن ما بين الروبوتكس، علم الروبوتكس، وعلم الارتفيشال انتليجنس المتمثل باستخدام الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج حنتحدث عنه بجزئية من البيزكس الأساسيات فيها، ونوضح كما ذكر يعني كل الكونسبتس سوف يكون عليها هناك تطبيقات عملية. بصراحة عدد التطبيقات العملية المجهزة لهذه الورشة، هناك تقريبا 10 practical implementation لروبوتس، فإن شاء الله الوقت يسعفنا بحيث أنه يعني نحاول بقدر المستطاع خلال رحلتنا في هذه الورشة أنه نستفيد منها بشكل جيد. إذا هذه هي نقول الأوتلاينز، يعني ضروري الإنسان حينما يحضر ورشة عمل يكون عارف بالضبط ما هي الأوتكمز. أنا في الآخر هذه الورشة العمل اللي بدي أحضرها لمدة يومين، ما هي الأوتكمز اللي حستفيد منها؟ ما هي النتائج إن شاء الله المرجوة منها؟ طبعا آلية الجزئية اللي حشرحها لحضراتكم، طبعا السلايدات يعني حتكون ظاهرة أمامكم، وفي نفس الوقت أي أبليكيشن يعني حذكره، وسوف يعني يتم عرض اللينك الخاصة بالويبوتس اللي هو الفيرتشوال لاب اللي حنستخدمه على أجهزتكم الكمبيوتر. راح أعطيكم اللينك بحيث تعملوا داونلود للأبليكيشن، وحأعطيكم الوقت ونستفيد بهذا الوقت في جزئية إن شاء الله حشرحها، بحيث إنه مباشرة تعمل سيت اب لهذا الأبليكيشن على أجهزتكم. وبالنسبة للجزئية الـ Practical Implementation، كل الكود اللي يعني هستخدمه إن شاء الله هتكون available لحضراتكم، بحيث تستطيع عمل copy paste لهذا الكود مع الشرح بالتفصيل الدقيق لكل جزئية في هذا الكود. وبعد ذلك أترك لحضراتكم الجزئية يعني الكود تستطيعون التعديل عليه، بحيث انك بعد هيك تستطيع توليف هذا الكود بما يتناسب مع التاسك الاساين او يعني كما تريد برمجة الروبوت به. جيد، اذا معناتك كل الريسورسز اللي حنحتاجها ان شاء الله حتكون افيلبل لحضراتكم. وجيد انه نحن في خلال هذا اللقاء هناك في عندنا الشات، تستطيع السؤال في أي وقت، يعني ترسل السؤال إن شاء الله حقوم بتدوينه، بحيث بعد ذلك نترك مجال في آخر اللقاء بإذن الله للإجابة عن أي استفسارات لحضراتكم، بحيث إنه إن شاء الله تكون ورشة العمل يعني مرتبة، وكذلك يعني تستفيدون منها بشكل جيد. دعونا الآن نبدأ بأول جزئية عنا. دائما أبدأ الوركشوب عندي بلقاء يعني أو بسؤال تحفيزي هكذا. كما تشاهدون الآن السؤال يعني اللي يتبادر للذهن، بما أننا نحن نتحدث الآن عن علم الروبوتكس والجزئية الخاصة بالروبوتكس، بدي أسأل حضراتكم معكم بحالة يعني نقول دقيقتين أو دقيقة واحدة، راح أبعث لحضراتكم اللينك الخاص بالإجابة في الشات، بحيث تستطيعون الإجابة على هذا السؤال، وتعالوا نشوف الريسبونس الخاص بالناس كلها إن شاء الله. بعثت لحضراتكم الآن اللينك الخاص بالإجابة لهذا السؤال، وراح أعمل شير يعني لإجاباتكم. من هو الفاذر أوف روبوتكس؟ هل هو إسماعيل الجزري، عالم عربي، ولا هل هو جورج ديفول، ولا هل هو إسحاق نيوتن؟ نبدأ نشوف الإجابات من حضراتكم. أنا بعثت اللينك الخاص بهذا السؤال أمامكم،
سوف تجدونه على التشات. طبعا بالنسبة إن شاء الله للسلايدز، أنا مباشرة الآن يعني راح أبعث كذلك PDF فايل خاص بالسلايد، بحيث تكون available لحضراتكم تستخدمونها يعني لكتابة النوتس أو لتتبع المحاضرة إن شاء الله. جيد. نشوف نسبة الناس اللي جاوبت على يعني ما شاء الله، جيد جيد تمام. يعني ان حوالي 83% من الناس قامت بالإجابة على هذا السؤال. طبعا حضراتكم يعني يمكن في ناس عندها لبس صار في الموضوع، استخدمت التشات جي بي تي، وفي ناس عملت سيرش من على الانترنت. طبعا هو الفاذر اوف يعني الفاذر اوف روبوتكس هو اسماعيل الجزري، هو مؤسس علم الروبوتكس عندنا. هو من قام بتأسيس المبادئ الأساسية والمفاهيم الأساسية لعلم الروبوتكس. طبعا ديفول هو يعني بعد ذلك استثمر يعني استثمر هذا العلم في علم الروبوتكس، نسميه علم الروبوتكس الحديث، لكن الفاذر اوف روبوتكس الاساسي هو اسماعيل الجزري. وتقريبا يعني 85 او 84% من الناس جاوبت بالاجابه الصحيحه. جيد، دعونا الآن نشاهد يعني فيديو بسيط تعريفي مستقبل أو ما هي الجزئية الخاصة بعلم الروبوتكس، ومدى أهمية. أنا دائما يعني أركز بصراحة على جزئية مهمة، علم الروبوتكس كالعلوم الحديثة وجدت لمساعدة الإنسان، لخدمة الإنسان. إذا هذا هو الكونسبت الأساسي أو المنهج الأساسي اللي بيعتمد عليه. دائما إحنا انطلاقنا من تعلمنا للعلوم الحديثة من أجل مساعدة الإنسان. دعونا نرى الآن فيديو بسيط علم الروبوتكس أو الـ Future of Robotics. تمام، إذا كما شاهدنا الآن هذه هي عبارة عن عرض بسيط لاستخدام الروبوتس. إذا الروبوت أستطيع استخدامه في الهيلث كير، كما نحن يعني رأيناه في الفيديو التوضيحي، أنه أصبح استخدام الروبوتس عندي في جزئية مهمة اللي هي مساعدة الإنسان.
طبعا في ناس عم تسأل بالنسبة للرابط الذي أرسلته، الرابط اللي أرسلته كان اللي هو خاص بالسؤال اللي طرحته، اللي هو الجزئية من هو مؤسس علم الروبوتكس. احنا يعني كان عملية طبعا يعني تحفيز، هالسؤال تحفيزي بس، وبنفس الوقت تأكيد على مفهوم إنه الجزئية الخاصة بمؤسس علم الروبوتكس هو إسماعيل الجزري. بالنسبة للباوربوينت سلايدز إن شاء الله راح أشوف الآن بس آلية بحيث إني أرفعها كبي دي إف فايل لكل المشاركين معنا في هذه ورشة العمل. فإن شاء الله يعني بس أعطوني بس مدة دقيقة واحدة وإن شاء الله يعني حتكون افيلابل للجميع. طيب دعونا الآن يعني نكمل المحاضرة بجزئية مهمة عندي. طبعا النقطة، دعونا نبدأ الآن بجزئية الروبوتكس. الآن الروبوتكس عندي، في عندي عناصر أساسية موجودة في الروبوتكس كما تشاهدون. إذا أي روبوت حبدأ أتعامل معه، هذا الروبوت متكون من مجموعة من الكومبوننتس. هذه الكومبوننتس تواصلها مع بعضها البعض بتعطيني علم الروبوتكس. الجزئية الأولى وهي الجزئية المهمة اللي هي الكنترولر. الكنترولر هي مثل الدماغ الأساسية اللي من خلالها يتحكم الروبوت بكل العناصر الموصولة به. إذا فلنجد الكنترولر هو الجزئية الأساسية. بعد ذلك في عندي مجموعة من السنسورز، بعد ذلك في عندي الأكتويتورز، بعد ذلك في عندي الباور يونيتس، وفي عندي اليوزر انترفيس. إذا هذه العناصر الأساسية لأي روبوت نبدأ نتعامل معه يجب أن يتمتع بواحد من الكومبوننت الأساسية الظاهرة أمامكم. إذا في جزئية سنسورز، في جزئية أكتويتورز وحنتعرف عليهم واحدة واحدة الآن، وفي جزئية اللي هي خاصة بالكنترولر، وفي جزئية الانترفيس بما أنه الروبوت بهالحالة تفاعلي يتفاعل مع الإنسان. إذا شور بهالحالة حيكون في عندي جزئية انترفيس، وفي جزئية اللي هي خاصة ب الباور. طيب تعال نبدأ الآن نشوف اللي هي الكمبيوتر بارتس اللي موجودة عندي في الروبوت. كما ذكرت اليونت الأساسية عندي اللي هي الخاصة ب الروبوت عندي اللي هي البرين عندي. البرين اللي هو الدماغ الخاصة ب الروبوت عندي، اللي هي ممكن تكون فيها جزئية بروسيسنج يونت، فيها جزئية ميموري، فيها جزئية ستورج. إذن بهالحالة أتعامل معها كأنها بالضبط هي عبارة عن ميني كمبيوتر عندي. طيب ممتاز. الأكتويتورز عندي، الأكتويتورز عندي اللي هي عاملة مثل المسلز عندي خاصة بعضلات الموجودة بالروبوت. باختصار الاكتويترز عندي اللي هي تقوم بعمليه كونفرت الالكتريكال انرجي، الالكتريكال انرجي انتو فيزيكال موشن عندي. طيب جيد، اذا معناتها بهالحاله الاكتويترز اللي هي تقوم بتحويل الالكتريكال انرجي الى موشن عندي. فهذا هو التعريف الدقيق الخاص بالاكتويترز. لماذا نحن يعني ندرس او نتدارس او يعني نمر بشكل سريع على الكومبوننتس الاساسيه؟ بمر عليها بشكل سريع لان حنستخدمها ان شاء الله في الجزئيه الخاصه بالسيميليشن بالروبوت. فبهالحال لما حذكر انه والله حنستخدم الاكتويترز الفلاني، حنستخدم السنسور الفلاني، فبهالحال المفاهيم يجب ان تكون بهالحاله يعني في ذهنك، لذلك يعني أتداولها بشكل سريع. إذا هذا هو الأكتويترز عندي. طيب تعالوا نبدأ نشوف بعد ذلك عندي الموتورز. الموتورز اللي موجودة عندي اللي هي بتقوم بتحويل الحركة الميكانيكية إلى موشن عندي.
فبالحال في عندي اكثر من انواع مختلفه من الموتورز. في عندنا نحن اما سيرفو موتور او ستيبر موتور او دي سي موتور. طيب تعالوا نبدا نشوف الانواع الثلاثه اللي كمان حنبدا نتعامل معهم في الجزئيه الخاصه بالتطبيق العملي بعد ذلك. النوع الاول اللي هو نحن نسميه بالسيرفو موتور. السيرفو موتور يعني كما تشاهدون بحضراتكم امامكم هون، هو السيرفو موتور هو عباره عن موتور لكن يتحرك عندي بانجل، بزاويه. زاويه الحركه اللي يعني اللي بيتحركها الروبوت اتحكم بها من خلال بلس ويث موديوليشن، بيسموها بالبي دبليو ام. البلس ويث موديوليشن عندي اذا على حسب الويث اللي موجوده عندي اتحكم بالزاويه اللي يبدا يتحرك فيها السيرفو موتور. فقط هذه المعلومه اللي محتاج اعرفها لحد الان. في لها ديتيلز اكثر من ذلك، يمكن الطلاب او الاشخاص اللي عندهم ميكانيكال باك جراوندز بيعرفوا بديتيلز اكثر من ذلك، لكن المطالبين نحن به لحد يعني في هذه الجزئيه انه السيرفو موتور هو احد الموتورز اللي بيتم استخدامها داخل الروبوت، وبيتحكم بالزاويه اللي بيتحرك فيها هذا الموتور، وبتحكم انا بالزاويه وبحركه الزاويه من خلال البلس ويث موديوليشن. طيب النوع الاخر اللي هو عندي ستيبر موتور. ستيبر موتور هو موتور اخر كما تشاهدون في الانيميتد فيديو الموجود عند امامكم، بتحكم فيه ستيب باي ستيب، يعني الموشن تبعت لو ملاحظينها في هذا الموتور ستيبس عندي، لذلك اطلق عليه ستيبر موتور. الستيبر موتور كما تشاهدون امامكم الان انه الستيب عندي بتحكم فيها من خلال بلسز يعني زيروز وان بيتم ارسالها او التعامل معها على ال في كل كويل او في كل سلك موجود عندي. ما بعرف انا وصلني انه الان رساله انه الشاشه غير ظاهره، فما بعرف هل ظاهره امامكم الشير سكرين؟ اعتقد ظاهره يمكن. تمام، اذا بهالحاله انا إذن الستيب عندي بتحكم بالستيب كما تشاهدون بالضبط. إذن الستيبر موتور عندي يوجد فيه أكثر من سلك كما تشاهدون، الموتور اللي أمامي يوجد له أكثر من سلك، وأنا أتحكم بالزاوية اللي موجودة عندي من خلال الزيروز والوان، يعني من خلال الفولت اللي بيتم تسليطه على كل كيبل موجود عندي. السيكونس الطريقه اللي ببعت فيها الوانز والزيروز هي اللي بتتحكم لي بالزاويه اللي بيتحرك فيها الستيبر موتور. اذا هذا هو الستيبر موتور، وعاده يتم استخدام الستيبر موتور عندي بشكل كبير في الروبوت ارم. في الروبوت ارم عندي انا اريد ان اتحكم بالستيبنج عندي بالحركه اللي موجوده كما تشاهدون الان. هذا هو الستيبر موتور الموجود امامكم، والزاويه اللي بيتحرك فيها الروبوت انا بتحكم فيها ستيب باي ستيب. طيب اذا هذا النوع الثاني اللي هو الستيبر موتور، اخذنا السيرفو موتور، ستيبر موتور. النوع الثالث اللي هو الدي سي موتور. الدي سي موتور الميزه اللي فيه اغلبنا بيتعامل معه بشكل يومي. الدي سي موتور كما ظاهر امامكم الان عندي يعني يتحرك اما كلوك وايز او انتي كلوك وايز، وعاده نستخدم الدي سي موتور في الحركه الخاصه بالويلز عندي، بحيث اخليها تتحرك للامام او للخلف كما تشاهدون امامكم. إذا هذا هو عندي دي سي موتور. إذا بهذه الحالة عندي أنا الدي سي موتور هو النوع الثالث
طبعا في يمكن بمور ديتيلز بعد ذلك، يعني ممكن ان شاء الله في الورش القادمه بناخذ ما الفرق بينهم، متى استخدم انا الدي سي موتور، ومتى استخدم الستيبر موتور، ومتى استخدم السيرفو موتور. لكل واحد في منهم يوجد له فانكشناليتي، فاستخدم الموتور المناسب بناء على التاسك المطلوبه. دعونا نبسط الموضوع الآن، أنا بدي أتحكم بالموتور بحيث أنه يتحرك للأمام أو للخلف، أريد أن أتحكم بالويلز اللي موجودة عندي، مباشرة يخطر ببالك بحالة دي سي موتور. بينما إذا أريد أن أتعامل مع الروبوت آرم بحيث أن هذا الروبوت آرم أريد أن يتحكم أن يتحرك بزوايا معينة، ستيبر موتور. جيد، إذا بهذه الحالة نلخص الموضوع ونبسطه إن شاء الله، لكن بعد هيك نتداول الموضوع نحن بديتيلز إن شاء الله في الورش القادمة، بحيث نعرف الفروقات الأساسية الموجودة. لكن هذا المطلوب منا لحد الليفل هذا. إذا تحدثنا عن البرين، تحدثنا عن الموتورز المختلفة عندي، نأتي الآن لجزئية مهمة، سنسورز. الروبوت بدون السنسورز عندي يصبح بالحالة لا يستطيع الرؤية، إذا لا يستطيع الرؤية أو المشاهدة عندي. أنواع المختلفة طبعا من السنسورز، يعني كما تشاهدون الآن في عندي أنواع مختلفة وكثيرة من السنسورز، الهدف منها أخذ منها فيدباك للروبوت. إذا جزئية مهمة نضعها في الحسبان في البداية، فائدة السنسورز أخذ منه فيدباك، إذا أخذ منه فيدباك بحيث أغذي فيه الكمبيوتر. طيب الشيء أو أحد الأنواع المهمة عندي اللي هي الفيجن سنسور، كما تشاهدون إذا الفيجن سنسور ممكن تكون كاميرات عندي، كاميرات عندي، وهي تعتبر من العناصر المهمة، والكونتريبيوشن فيها جدا يعني واسع، وذلك بسبب التطور السريع في علم الكاميرات اللي موجودة عندي. فهناك مثلا 2D كاميرا، في عندي 3D كاميرا، في عندي الليدر بيسموه باللايت ديتكتنج اند رينجنج كاميرا موجودة عندي، بحيث الفائدة تعم من خلال الابليكيشن عندي. بصراحة من أحد المشاريع اللي يعني يمكن الواحد عمل بها كانت تصميم روبوت بيستطيع المرور في بايب لاينز عندي، خطوط. نحن نعرف أن هناك في عندي خطوط إنتاج نفترض الغاز، وهذا أحد المشاريع العملية اللي تم تطبيقها مباشر، يعني بالشكل اللي هذا ظاهر أمامكم. هذا الروبوت مصمم أنه يستطيع المرور في بايب لاينز، خطوط إنتاج الغاز، ومثبت فيها كاميرات بحيث أنه تقوم بعملية التصوير عندي داخل الأنابيب الغاز، بحيث تتعرف على الكراكس الداخلية الموجودة عندي، ويستطيع الروبوت بهذه الحالة من خلال عملية المسح اللي باستخدام الكاميرا يستطيع التعرف على أي كراكس أو أي شقوق داخلية عندي، بحيث يستطيع تنبيه بها قبل حدوث أي نقول أي مشاكل. من أحد المشاكل ممكن يحدث انفجار لهذه الأنابيب نتيجة مرور الغاز ووجود الكراكس الداخلية، فبتسبب حرارة، فبهذه الحالة ممكن تؤدي إلى وجود مشاكل. هذه من أحد المشاريع اللي تم استخدام الكاميرات الموجودة فيها. كذلك 3D كاميرا اللي موجودة أمامكم من أحد المشاريع، يمكن من احد الابلكيشنز اللي اغلبنا او يعني ممكن يلاحظها في بعض البيوت، تجد هناك في فاكيوم كلينر عندي، هي عباره عن روبوت بحيث ان تقوم بعمليه تنظيف للموكيت اللي موجود عندي او للارضيه اللي موجوده عندي، بحيث هذه الفاكيوم كلينر تقوم باكتشاف اي اوبجكتس امامها وتفاديها كما هو ظاهر امامكم. اذا هذه من احد الابلكيشن الرائعه
اللي بيتم استخدام فيها السنسور اللي هو خاص بالفيجن سنسور اللي ذكرناه. بعد ذلك عندي في عندي ليدر اللي هو لايت ديتكتنج اند رينجينج عندي، واللي هي بتستخدم في سيارات ذاتية القيادة او عربات ذاتية القيادة. الان اغلب السيارات اللي موجودة عندنا في السوق موجود مثبت عليها الليدر سنسور هات، بحيث انه بالضبط هذا كما يعني ظاهر امامكم يمكن اون ذا رايت سايد صورة الايمج، طبعا تاخذها النوع هذا من السنسور بحيث تستطيع التعرف على وجود اوبجكت وبعد الاوبجكت عنها، وكذلك يعني بحيث انه تستطيع بعد ذلك الحصول على انفورميشن خاصه من هذا الشكل. اذا هذا كان الجزئيه الخاصه بالفيجن سنسور. بعد ذلك في عندنا نوع اخر من السنسورز عندي، النوع هذا اللي هو خاص بالنافيجيشن سبيس عندي، اللي هو سواء كان بالالتراسونيك سنسور عندي او الانفراريد سنسور. الالتراسونيك سنسور عندي هي يعني تعتبر من الاشياء المهمه جدا، بحيث الروبوت يستطيع ديتكت if there is an obstacle in front of the robots عندي، وكذلك الانفراريد سنسور لايت سنسور تستطيع كذلك معرفه اذا كان في عندي اوبستكل، وكذلك يتم استخدامه في بعض الابلكيشنز اللي يمكن يعني هنشرحهم بديتيلز يعني بالتفصيل في السلايدات القادمه. اذا هذه المجموعات الخاصه بهذه السنسورز كما ذكرت استفيد منها في عمليه الفيدباك كما تشاهدون الان. هذا very simple robots بصراحة بنستخدمه في يعني في تعليم الروبوتس على مستوى الأطفال اللي حتى أعمارهم صغيرة في العمر، بيتعرفوا على السنسور اللي موجود مثبت عندي في هذا الروبوت اللي هو باستخدام الألتراسونيك سنسور، بحيث أنه يستطيع إذا معرفة إذا كان في عندي obstacle in front of the robots وباخذ عليه الأكشن. إذا هذا من أحد الأبليكيشنز الرائعة، وكذلك طبعا في مجال قيادة السيارات كما تشاهدون السيارات الآن تستطيع باستخدام الألتراسونيك سنسور معرفة إذا كان يحيط السيارة أي أوبستكل أراوند العربة القيادة اللي موجودة. إذا هذا كلها بهالحالة عبارة عن سنسور مثبتة عندي في روبوت. كذلك في عندنا الانفراريد، الانفراريد سنسور من احد الفيتشرز اللي موجوده فيه انه تستطيع انك الريفلكتد سيجنال اللي هي خاصه بالانفراريد عندي تستطيع اني انا برمجها بحيث اني تستطيع التعرف على البلاك لاين. كما تشاهدون الان انا برمجت الروبوت، هذا الفن في الموضوع اني استخدمت السنسور بحيث اني استفيد منه الفيدباك اللي بيرجعني خلي الروبوت عندي keep tracking on the black line. So بهالحالة أنا برمجت الروبوت عندي he can move on the black line. والابليكيشن اللي يعني مسوينه بالضبط لطلاب قاموا ببرمجة الروبوت البسيط اللي تشاهدون أمامكم في أنه يستطيع تتبع الخط الأسود اللي موجود عندي. أحد الابليكيشنز المهمة يمكن تم تطبيقها اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفيات، نجد هناك في عنا لاينز موجودة في المستشفيات، اللاين الأخضر اللاين الأحمر اللاين الأزرق، لكل واحدة بتودي أو يعني تتبع هذا الخط بيذهب إلى الديبارتمنت المطلوب منه. فتم برمجة اللي هو الكراسي الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بحيث أنه تتحرك بشكل أوتوماتيكي بتتبع تلك اللاينز. إذا نأتي لجزئية أنه هي عبارة عن سنسور. عندي سنسور نوع آخر بيستخدم في اللي هي التعامل مع الانفايرومنت المحيطة بالروبوت، بحيث أن أخلي أن الروبوت بيتفاعل، نقطة مهمة، يتفاعل he can interact with the environment اللي موجودة عندي. ف في عندي انواع من هذه السنسور بيسموها بالتاكتل سنسور، او في عندي اللي هي انفايرومنتال سنسور عندي.
التاكتل سنسور عندي اللي هي خاصة باللمس، يعني بهالحالة أنا جزئية مهمة صراحة بي 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 من من أحد يعني أهم أنواع السنسورز، واللي ضافت بعد آخر عندنا لعلم الروبوتكس اللي هو هي كان فيل الأوبجكت اللي بيبدأ الروبوت بالتعامل معها. نحن ذكرنا إنه الروبوت هي كان انتراكت مع الانفايرمنت، واحدة من الانفايرمنت هي كان تاتش الروبوت عندي. سو بهالحالة تم وضع هذه السنسور على الأصابع الخاصة بالروبوت بحيث يعني هي كان فيل الأوبجكت اللي بيبدأ يتعامل معه. إذا هذه أنواع من التاكتل سنسور عندي، وكثير من الأبليكيشن تستخدم فيها هذه السنسور الانفايرومنتال سنسور. هذه يعني بصراحة من أهم أنواع السنسورز اللي الأبليكيشنز فيها ساعد الإنسان. من أحد الأبليكيشنز اللي هي كانت عبارة عن سنسور تستطيع معرفة الهيوميديتي اللي موجودة عندي في التربة مثلاً، تستطيع قياس درجة الحرارة، تستطيع قياس يعني إذا هذه الانفورميشن يعني تتعامل مع البيئة اللي موجودة فيها الروبوت. طبعا يعني خلونا نطلع من جزئية إنه هل الروبوت يكون شكله فقط شكل اللي هو الإنسان؟ لا لا، ممكن يكون الدرونز اللي ظاهر أمامكم. فالدرونز يعتبر نوع من أنواع الروبوت، مثل ما ذكرنا في اكزامبل سابق قبل ذلك السيارة عندك، السيارة أو العربة بهالحالة عندي ممكن تكون هي نوع من أنواع الروبوت وقابلة للبرمجة. فتم برمجة هذه الدرونز بحيث أنه تستطيع معرفة الانفايرومنت اللي موجودة عندي. إذا دعونا الآن يعني نرجع مرة ثانية إلى جزئية مهمة، العناصر الأساسية اللي ذكرناها، هذه الأجزاء الأساسية اللي ذكرناها اللي هي الكنترولر والأكتويتر والسنسور والجزئية الخاصة باليوزر انترفيس، يعني عبارة عن أبليكيشنز أنت ممكن يكون موجود عندك على الموبايل أو على التابلت، بحيث القيم اللي الروبوتس بيقيسها أو بينظر إليها أو بيتعامل معها بتظهر مباشرة عندك على الموبايل أو على التابلت من خلال يوزر انترفيس. كل هذه الأجزاء المرتبطة مع بعضها البعض هي البيئة الأساسية أو الكومبوننت الأساسية الموجودة عندي في الروبوت. نأتي الآن، إذا هاي هي المفاهيم الأساسية والمهمة والكومبوننت الأساسية. دائما بصراحة يعني بس يعني أذكرها بشيء من الإيجاز، مثل ما ذكرت لحضراتكم الآن يعني المفاهيم هاي تكون واضحة لحضراتكم، والترمينولوجي أو المفاهيم هذه تكون موجودة لأنه حنبدأ نستخدمها الآن في الجزئية المهمة في ورشة العمل اللي هي البراكتيكال implementation. راح أوقف هون يعني أنظر فقط لرسائل حضراتكم. طبعا نحن ممكن ناخذ بريك، في ناس ذاكر انه هل ممكن ناخذ بريك؟ والله يعني بنرجع فيها للمهندس خالد، هو المنسق الخاص بورشة العمل، فما بعرف مهندس خالد هل ممكن يعني الناس عم تبعت رسائل انه هل ممكن ناخذ بريك؟ يمكن في تايم زون انا مختلف عندي، لكن عندكم اعتقد يمكن في ناس بدها تصلي المغرب او في هي بيبعتوا انه في ناس ظاهر صايمه ممكن تفطر، فاعتقد ما بعرف مهندس خالد ممكن يجاوب عليها. السلايد ان شاء الله مباشره انا راح ابعت لحضراتكم يعني الناس اللي موجوده معنا الان البي دي اف فايل ممكن تعمل له داونلود، تكون افيلابل تكتب عليها التركه بحيث انه يو كان اد يور اون نوتس عليها. طبعا بالنسبه للمحاضره نعم ان شاء الله حتكون مسجله، لكن يعني بطلب من حضراتكم الحرص على حضور هذه المحاضرات، لانه بصراحه بعد هيك حيكون في عنا ان شاء الله اللي هي الجزئيه المهمه اللي هي خاصه بالتطبيق العملي.
وهي يعني مباشرة حبعت لحضراتكم الكودز أول بأول، بحيث يعني الجزئية الخاصة بالجزء التطبيق العملي. فبعتقد راح أبعث استفسار للمهندس خالد. ببعث السؤال، هل يمكن أخذ بريك؟ هاي بعت للمهندس خالد بجزئية البريك إن شاء الله. الجزء العملي حنبدأ إن شاء الله، يعني طبعا قبل ما ناخذ البريك، دعونا الآن نتحدث عن الجزء العملي. الجزء العملي الآن حطلب من حضراتكم بس طلب بسيط، وحب ظاهر أمام حضراتكم اللي هو السلايد هذه، الابلكيشن اللي حنستخدمه اسمه ويبوتس. الويبوتس از ان اوبن سورس، وهذه نقطة مهمة لحضراتكم، وحنتعرف عليه الآن هذا الابلكيشن. يا ريت نذهب على اللينك اللي ظاهر امامكم اللي هي HTTP اللي هو cyberbotics.com، ونبدا نعمل داونلود لهذا الابلكيشن. طبعا في منه على حسب الفيرجن، يعني الناس اللي عندها ويندوز تنزل فيرجن ويندوز، اللي عندها ماك تنزل الفيرجن الخاص ب الماك. اذا يا ريت الان، انا اريد الان من الجميع مباشره يعني يذهب إلى هذه اللينك اللي ظاهر أمامكم، ونبدأ نعمل داونلود ل طيب أنا راح أبعث الآن على يعني المسج. ثانية واحدة بحيث إن شاء الله تكون available لحضراتكم. عندي اللي هي ال سايبر بوتكس دوت كوم. تمام، راح ابعت اللينك الان. وانس انه يعني هذا هو اللينك كما ظاهر امامكم. تمام، جيد. طبعا بالنسبة للايباد لا، ما بعتقد في فيرجن منه للايباد، هو يعني في ويندوز في داونلود اعتقدوني الا الويندوز ولا الماك. اذا هذا باختصار اللي هو الناس اللي عم تسأل بالنسبة للجزئية. طيب اوكي، نحن ممكن ناخذ بوز الى العشر دقائق. ما بعرف هل اذن عندكم المغرب، يعني هل التوقيت الان توقيت صلاه المغرب، لانه كان في ناس عم تسال انه الساعه 8:15 يعني بتوقيت السعوديه. ف قام الصلاه. طيب جيد، يعني ناخذ 10 دقائق. راح اعمل الان يعني ايقاف لهذه الجزئية، نأخذ بريك هيك 10 دقائق. الناس اللي حابة تفطر تفطر، الناس اللي حابة تصلي بالضبط تصلي، وفي نفس الوقت يعني خليكم الانستليشن او عفوا الداونلود شغال، بحيث انه بعد ان شاء الله نرجع من البريك يكون يعني عملت داونلود للابلكيشن. ويا ريت الناس اللي بتخلص الداونلود تعمل سيت اب بيكون ممتاز. 10 دقائق تكفي، 57:55. طيب جيد، يعني على
طيب خلص أوكي، على 57 نرجع إن شاء الله بإذن الله. إذا نعمل بوز الآن ونرجع إن شاء الله نكمل بإذن الله لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ها يعني أعتقد إن شاء الله البريك يعني كان مناسب، ونبدأ إن شاء الله نستكمل لقائنا اليوم. طبعا في البداية إن شاء الله الكل عمل داونلود للأبليكيشن. الآن راح أعرض لحضراتكم بس يعني جزئية مهمة حول الويبوتس، ولماذا نستخدم الويبوتس. طبعا كما ذكرت هو open source، هذه من الجزئيات المهمة. تعالوا نبدأ نشوف يعني ما هو السبب إنه حرصنا على استخدام الويبوتس. إذن كما شاهدتم الآن، مع الصوت واضح ولا لا؟ لأنه عم يوصلني مسج إنه هل في ناس ظاهر عندها مشكلة في الصوت، فلما رجعنا من البريك أعتقد الصوت واضح. طيب جيد. إذن يعني باختصار الويبوتس عندنا يعني يستخدم مثل ما يمكن ظهر بالفيديو، أغلب الجامعات التوب 10 universities على مستوى العالم تستخدم الويبوتس كأداة في الريسيرش، وكذلك يتم استخدام الويبوتس في القطاع الخاص. إذا بهذه الحالة توضح مدى أهمية هذا الأبليكيشن اللي بنستخدمه. إذا كثير من الأبحاث تعتمد على استخدام الويبوتس، وكثير من بعض الشركات في القطاع الخاص بيستخدم الويبوتس في عملية التصميم السيميليشن الخاصة بالروبوت والديزايننج الخاص بالروبوت. وكما شاهدنا نحن يعني يمكن ظهر بالفيديو انه هناك حتى سيميليشن للسيارات اللي هي ذاتية القيادة بيتم استخدام فيها الجزئية الخاصة بالويبوت. إذا الويبوت هي عبارة عن بيئة متكاملة لعملية تصميم وبرمجة الروبوت، وهذا اللي نحن حنعتمده الآن. إذا الجزئية المهمة الآن اللي حنبدأ نتحدث، يعني يمكن حتاخذ منا تقريبا الجزء المتبقي من لقائنا اليوم، اللي هو الجزء التطبيقي. الآن بنتحدث عنه اللي هي عملية تصميم الروبوتس اللي موجود عندي، ونبدأ نشوف الجزئية ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، اللي هي جزئية برمجة هذا الروبوت اللي موجود أمامكم. طيب أعتقد الكل عمل داونلود للأبليكيشن. يعني ممكن أسأل هيك بشكل سريع، إن شاء الله يعني عملنا داونلود للأبليكيشن ونعمل سيت اب بشكل يعني مبسط،
بحيث إن شاء الله يكون يعني نزل الابليكيشن الموجود أمامكم. الناس الآن اللي عندها ظهرت عندها مشاكل، يعني ممكن عشان بس ما يتأخروا إن شاء الله، يعني أطمنكم إنه المحاضرة ريكوردد. سو بهالحالة الناس اللي بيصير عندها تأخير، يعني ممكن خليك متابعنا الآن، بتاخذ النوتس، والآن حبعت لحضراتكم اللينك اللي تقدر تعمل منها داونلود للبي دي اف فايل اللي خاص بهذه المحاضرة، وكذلك الكود، كل الكود اللي حبدأ أتعامل معهم. فأعطوني ثانية واحدة بس، بحيث حنجد الآن في الشات، هو الجيت هاب اللي خصصته صراحة للجزئية الخاصة بالوركشوب هاد. فحضراتكم يعني اللي حيظهر أمامكم الآن بالضبط، لو عملت كليك عليه حيبعتك على اللي حيظهر أمامك الآن، هذا الجيت هاب اللي حيظهر أمامكم. البي دي اف فايل هو هذا البي دي اف، أول فايل موجود عندك، اعمل كليك عليه حينزل عندك، تعمله داونلود عندك على الجهاز. هذا خاص بالورك شوب تبعتنا، سواء كان للدي 1 او للدي 2. الان يعني بعت لي، ارسل لي المهندس خالد، ان شاء الله في نهايه الورك شوب هناك سيرتيفيكيت حيبعتها للناس اللي اتندد الورك شوب هاد، فممكن مع السيرتيفيكيت ينبعت كذلك البي دي اف فايل الخاص بالورك شوب. سو بهالحاله ان شاء الله ما حد يعني يخلق من موضوع انه لا يستطيع الحصول على الجزئيه الخاصه بالبي دي اف فايل. اذا هذه هي بالضبط البي دي اف فايل للجميع، وكذلك هناك تجد كل الاكزامبلز، يعني انا هون حاطط كل الاكزامبلز، ال 10 اكزامبلز اللي موجوده عندنا على الجيت هاب، بحيث انك تستطيع عمل داونلود لها. بحيث بعد ذلك رجاء الان نتركنا من الكود، خلينا على الجزئيه الخاصه بالبي دي اف. نرجع لموضوعنا الان. طبعا بالنسبه لل بالنسبة لا آه تمام، الآن أنا رح أمشي معكم خطوة بخطوة، يعني كمان أعملها سكرين كابتشر المفروض يظهر عندك في كل جزئية. فرجاء دائما أنا بنصح الناس اللي بتحضر ريكوردد فيديو خاص بورشات العمل اللي بنعملها، يكون في عندك تو سكرين، السكرين الأولى لو في عندك ريكوردد فيديو ظاهر على السكرين الأولى، السكرين الثانية عندنا، بحيث إنك يعني اللي بيظهر عندك في السكرين الأولى تقوم بتنفيذها على السكرين الثانية اللي هي خاصة باللابتوب اللي موجود عندك. فبهالحالة ستيب باي ستيب بتستطيع عمل تراكينج لكل جزئية بيتم شرحها. فأنا يعني لذلك يعني حرصت إنه بصراحة تكون في عندنا حتى سكرين كابتشر لكل خطوة موجودة أمامكم. إذا الآن أنا عملت سيت أب للأبلكيشن، بدي أبدأ بأول جزئية اللي هي كيفية الآن تصميم أو تجهيز الانفايرمنت عندي على الويبوتس بشكل مبسط. يعني أنا دائما بنبدأ بالجزئية في التبسيط، بحيث اني اجهز الانفايرمنت اللي حضع فيها الروبوت. العمليه سهله بسيطه، فايل نيو، بختار بعد ذلك بيتم ذكر اسم الفايل او البروجكت اللي حتبدا تعمله. النقطه المهمه عندي اد ريكتانجل ارينا، عندك اد ريكتانجل ارينا عندك، يمكن ما بيتم ما بي الاوبشن هذا ما بيكون محطوط عليه علامه مارك، تختاره
اوكي، وانس انك اخترت، اذا بهالحاله انشات انت بهذه الحاله الشكل اللي حيظهر امامك. اذا هذا هو الشكل الارينا اللي هي البيز، القاعده اللي بيتم الان وضع الروبوتس. بعد هيك حنشوف وضع الروبوتس عليها. تعطينا مثال، خلينا نشوفه امامنا الان، هعرض حضراتكم بالضبط الخطوات انا قمت بعملها. هذا الروبوت، بعد هيك حنشوف يعني كيفيه اد هذا الروبوت. وهي الارينا، القاعده اللي موجود امامكم تماما. اذا هي البيز الارضيه اللي حنبدا عليها. اذا هذه هي المقصود في كلمه الارينا عندي. اذا الاوبشن ما اخترته، اختاره حتى تظهر عندك الارينا. طيب جيد، إذا هذه هي الأوبشن أو الجزئية الخاصة بالأرينا، ريكتانجل أرينا اللي هي هذه. طيب جيد، إذا هي الفلور عندك. والجيد في الموضوع أنا أوبشن اخترته ظهر عندي بالحواف أو الوولز المحيطة بالجزئية الخاصة بالأرينا. طيب هل اقدر اعمل زوم ان زوم اوت؟ لو لاحظتوا انا عملت زوم ان وزوم اوت، يس، باي ماوس. عندك ممكن تعمل بسكرولينج، سو بهالحاله ممكن تعمل زوم ان زوم اوت. تقدر تعمل روتيشن عندك كذلك. طبعا لما بنتعامل مع الروتيشن والديسبيسمنت عندك، يعني ممكن تحركها يمين شمال، ممكن تعليها فوق، ممكن تنزلها تحت، يعني تحرك المقصود فيها، ممكن تحركها على الاكسس اللي موجوده عندنا، لانه بعد ذلك حنتعرف انه في عندي اكسس موجوده عندي. بالاضافه انا ممكن اتحكم بالدايمنشنز اللي موجوده عندي. ما المقصود في كلمه الدايمنشنز؟ حضرتك لو نظرت الان الى الارينا اللي موجوده عندك، هتلاقي في مثل اون ذا ليفت سايد الموجوده عندك مثل تري، كانه في عندي التري موجوده عندك. هذه التري مهمه، بتوضح العناصر او الكومبوننتس الاساسيه اللي موجوده عندك في السيميليتر. جيد، انا في السيميليتر الان موجود فقط الريكتانجل ارينا، انا ما وضعت اي شيء. اذا ظهر عندي الريكتانجل ارينا. جيد، في الريكتانجل ارينا لو عملت عليها كليك هتظهر البروبرتيز الخاصه بالاوبجكت اللي انا اخترته اللي هي الريكتانجل ارينا. في الريكتانجل ارينا حضرتك هتلاقي في الترانزليشن، في عندك الروتيشن، في عندك النيم. ممكن اغير في النيم، نعم ممكن تغير في النيم، ممكن تغير في السايز. ممكن اذا انا وقفت على السايز وغيرت، زي حطيت الاكس ب 10 متر والواي ب 10 متر. إذا بهالحالة بيزداد الدايمنشنز اللي موجودة عندي. إذا بهذه الحالة أنت ممكن تتحكم بالبيز، القاعدة الأساسية اللي حتستخدمها في السيميليشن. جيد، يعني بكل سهولة مثل ما يعني ظاهر أمامكم على السكرين. طيب جيد، الآن بعد ذلك نأتي بعد ذلك إلى الروبوتس اللي حنبدأ الآن بوضعه على الأرينا اللي هي على القاعدة، واللي حنستخدمه بعد ذلك من الآن لحد نهاية الوركشوب في اليوم الثاني. ننتبه الآن أهم جزئية عندنا في السيميليشن، كيفية إضافة الروبوتس. الروبوت very simple robots حنستخدم. اسم هذا الروبوت إيبوك. الميزه في هذا الايبوك روبوت، فيري سمبل روبوت، والابلكيشن اللي فيه رائعه، وبصراحه بيتم استخدامه في الايدكيشن، يعني بستخدمه انا في الناحيه التعليميه. في الناحيه التعليميه ماذا؟ في الناحيه التعليميه لعلم الروبوتكس، في الناحيه التعليميه الخاصه بالكمبيوتر فيجن، في الناحيه التعليميه الخاصه في المشين ليرنينج، في الديب ليرنينج. يعني كل اغلب الكورسز اللي الواحد صراحه اللي بيتعامل معها بنستخدم فيها السيميليتر او السوفت وير هذا مع الايبوك روبوت. الان حعرض حضراتكم
ابلكيشن، يعني عشان نحن نقرن الجزئيه عشان الناس تقول والله هل هو فقط سيميليشن، لكن على الواقع، على ارض الواقع، هل في روبوتس اسمه اي بوك؟ يس. والدايمنشن تماما مثل ما نحن ظاهر امامكم الان، هذا هو الدايمنشنز، فيري سمبل روبوتس. تعالوا نشوف الفيديو الخاص فيها، هذا كما نشاهد الان، هذا هو الكود، تكتب الكود في كاميرا موجوده عليه، وهذا هو الروبوت. الكود الذي قمت كتبته على الكمبيوتر بيتم داونلود او ابلودد على الروبوت، بحيث الريزلتس بتظهر عندي امامنا كما شايفين هون عندي على السكرين. اذا هذه الجزئيه مهمه جدا عندي، الروبوت حقيقي يمكن يعني لو احب الانسان انه يعني يشتري هذا الروبوت، نعم ممكن حضرتك تشتري، الرينج تقريبا سعره $850. في مجموعه هائله من السنسور، وهي اللي حنعرضها الان، في مجموعه هائله من السنسورز، في طبعا في كاميرا، في جي بي اس، في باتري، في بروسيسور داخله، في ميموري خاصه فيه، في كل الاشياء اللي حنتحدث عنها موجوده داخل الفيري سمبل روبوتس اللي احنا شفناه. ليك سعره تقريبا $850. السيميليشن اللي حنطبقه نحن هو هذا الروبوت، بس حنستخدم فور فري في السيميليشن، اللي هو يحاكي تماما هذا الروبوت الحقيقي. اذا الكود اللي حنكتبه وحنبدا نعمله سيميليشن وحنشغله على البيئه الفيرتشوال انفايرمنت، لو تاكدت تماما انه اشتغل عندك صح 100%، لو عملت له ابلود او داونلود على الروبوت الحقيقي حيشتغل بدون اي مشاكل مثل ما ظهر امامكم بهذا الفيديو. اذا جيد، اذا حنستخدم نحن الان الفري فيرجن منه اللي هو موجود عندي داخل سيميليشن. الناس اللي حابه بعد ذلك تستعين فيه، سواء كان في التطبيقات العمليه او تستخدمه بعد هيك في الريسيرش او في الابحاث اللي هي خاصه بالماستر او في البي اتش دي، يس يو كان يعني باي ذيس روبوت وتعمل امبلمنتيشن حقيقي لكل الالجوريثمز اللي انت تعلمتها او استخدمتها في بيئه السيميليشن مباشره على الروبوت الحقيقي. هذا الروبوت اللي شايفه امامك تماما، اللي فيه جزئيه بلوتوث، فيه جزئيه سبيكر، فيه جزئيه انفراريد ريسيفر، في عندك جزئيه مايكروفون بلت ان، في عندك تو ويلز موجودين فيه، في عندك فيجا كاميرا مثبته عنده، في عندك باتري بلت ان موجوده فيه، في سيريال بورتس، في يعني كل الاجزاء هذه موجوده عندك بلت ان داخل الروبوت هذا. طيب جيد، الان تعال نبدا نشوف. انا اريد الان بنيت وضعت الارينا، الان اريد ان اضيف، يعني بدي اضيف جزئيه الروبوت على الارينا عندي. طيب كيفيه تنفيذ هذه الخطوات؟ بالسلايدز ماخذ سكرين كابتشر، سكرين كابتشر تمشي عليها ستيب باي ستيب، حتجدها ان شاء الله بسيطه وسهله. حضرتك في البدايه رقم واحد هتوقف على الارينا، هتجد بهالحاله في عندك بلس، يعني اد اوبجكت موجود هون كما ظاهر امامكم، بلس اد اوبجكت. بعد ذلك بتيجي على البيز نود، تيجي بعد ذلك بتختار اللي هي بروتو نودز، اختار الروبوت، اختار بعد ذلك تجد هناك اللي هي جي سي ترونيك، بعد ذلك بتختار الاي بوك، كليك عليه تظهر عندك سكرين بالشكل اللي شايفها عندك هون ظاهره، اد ان ذيس كيس حيظهر عندك الروبوت على الأرينا. جيد، إذا الآن أنا أضفت، أي يعني ستيب باي ستيب عم بوضح لك إياه، بيظهر عندك الروبوت على الأرينا. يعني بالضبط
كما ظاهر يمكن أمامكم الآن، هذا الروبوت اللي هو الإيبوك بنفس الخطوات اللي وضحتها ستيب باي ستيب، ضفت هذا الروبوت. جيد، وعلشان تتأكد إنه هذا الروبوت أضيف بتشاهده، بتجده على الأرينا، وفي نفس الوقت on the left side عندك على التري تجد ظهر عندك الإيبوك. عندك إذا ظهر عندك بهالحالة الإيبوك موجود عندك بكل البروبرتيز الخاصة فيه. إذا بهذه الحالة نحن الآن ظهر عندي الروبوت اللي حبدأ أستعين فيه في عملية البروجرامينج. طبعا البروجرامينج يعني يتم استخدام البايثون، يعني انا طبعا هو ممكن تستخدم بها الحاله السي بلس بلس، ممكن تستخدم حتى الماتلاب الان تم اضافته يعني مع الويبوتس، لكن الجزئيه اللي حنستخدمها اللي هي عندي البايثون. اذا بهذه الحاله عندك طبعا لو عملت رن، تعال نشوف ما المقصود في كلمه الرن. يعني الان لو عملت run للسيميليشن بيتحرك امامك الروبوت. اذا run وpause، run pause، run pause. طبعا الاسهم اللي موجوده عندك اللي هي خاصه بالدايمنشنز اللي عفوا الخاصه بالاكسس عندك اللي هي خاصه ب الروبوت، ففي عندك الاكس والواي والزد عندي. اذا بهذه الحاله لو اجيت انا على الروبوت بديت ممكن اعمل احركها باتجاه الاكس او باتجاه الواي او باتجاه الزد. عندي اذا بهذه الحاله انا بقدر اذا بوز بلاي، بوز بلاي، اذا بقدر اشغل فيها السيميليتر الموجود عندي. اذا هذه هي الجزئية المهمة الأولى عندي، كيفية إضافة روبوت حقيقي كما ظهر أمامنا إلى الأرينا اللي موجودة عندي. جيد، الآن طبعا حضرتك تنتبه لنقطة كتير مهمة، لو عملت ريسيت، ريسيت على هذا الأيكون بدون سيف، هي من المشاكل الكبيره اللي بتواجه الناس صراحه في اي جزئيه لك ضفت هي السلايد، لو عملت ريسيت حيختفي الروبوت بسبب انك ما عملت سيف. سو بهالحاله وانس انك انت اضفت اي اوبجكتس على الارينا بليز دونت فورجيت تو سيف. لو عملت ريسيت بدون سيفينج حيختفي كل شيء، حتضطر مره اخرى لعمل ستيب باي ستيب. لذلك انا عملت يعني متعمد اضافه السلايدات هذه مره اخرى حتى اوضح اهميه هذا الموضوع، لانه اغلب الناس بتنسى جزئيه انه ضاف مجموعه من الاوبجكتس، عمل بروجرامينج، عدل فيه شويه كود و واشتغل سيميليشن ونسي جزئيه السيفنج. وانس انه عمل ريسيت طار كل شيء. فبليز يجب اني بهالحاله ستيب باي ستيب اعمل اللي هي الجزئيه خاصه ب السيف، السيف عندي. طبعا يعني الجزئيه النقطه الثانيه انه انا ممكن احرك البوزيشن او اغير البوزيشن تبعت اللي هي خاصه بالروبوتس عندي، سواء من خلال التغيير في، يعني لو انا ضغطت على الايبوك مثل ما ظهر امامنا في التري وظهرت عندي البروبرتيز الخاصه بهذا الروبوت عندي، بحيث اني استطعت اغير في البروبرتيز، يعني اغير البروبرتيز يعني نفترض اغير اللوكيشن، يعني اغير في الاكس والواي والزد، فممكن اغيرهم من خلال يعني قبل قليل انا حركتهم باستخدام الماوس، او ممكن من خلال التغيير بقيم الاكس والواي والزد اللي عندي. فهذه هي طبعا الاكس والواي والزد، والميزه انه يعني من باب التسهيل موضحهم بكلرز موجودين عندي، فموضح الاكس وموضح الاكس اللي هي الريد اروز، الواي اللي هي الجرين، والزد اللي هي البلو.
إذا ما ننسى جزئية بليز السيف، سيف ما ننسى الجزئية الخاصة بالسيف. طيب الآن نأتي إلى جزئية مهمة، وهذه الآن بداية البروغرامينج. البروغرامينج عندي اللي هي مكان بكتب فيها كود وحضيفه على الكنترولر الخاص بالروبوت. Again، إذا حكتب الكود اللي هو البايثون كود، حكتب البايثون كود أسيبه، بكتب البايثون كود في إديتور، هنشوف الإديتور هذا في إديتور خاص، وهذا الإديتور الكود عفوا أعمل له سيف، طبعا سيفينج ككنترولر موجود عندي، بحيث بعد ذلك هذا الابليكيشن داخل الكنترولر اقوم بعد ذلك بعمل ران للكود هذا من خلال السيميليشن عندي. اذا هذه الجزئيه اللي موجوده عندنا في التعامل مع الكنترولر عندي. فلو اتينا الى نظرنا الى الليفت سايد في الايبوك حنجد هناك في عندي الكنترولر، كنترولر عندي في الكنترولر لو عملت عليها كليك حتظهر هون عندي. في عندي تو بوتونز، في عندي سيلكت وفي عندي ايديت. سيلكت حيظهر عندك منيو، هنشوفها الان منيو فيها كل الكودز او كل الابليكيشنز اللي موجودة عندي داخل الكنترولر، بحيث اني اختارها، اختارها حتى اعمل عليها run في السيميليشن. طيب بدي اكتب الكود اعدل فيها الكود، وانس انك اخترته edit بيفتح لك الاديتور اللي موجود عندك اللي هو بيظهر عندك. اذا كليك على edit بيظهر on the right side الكود. يمكن الكود اللي ظاهر امامكم هذا بالسي بلس بلس، لكن بعد هيك حنشوف ان شاء الله في الجزئيه الخاصه ب الكود بالبايثون. طبعا الشكل اللي ممكن ظاهر امامكم، طبعا انا الكره الان غير مستخدمه، بعد هيك حنتعامل مع جزئيه اضافه اي اوبجكتس. يعني انا كل الان اهتمامي في الروبوت اوبجكت، معلش ننسى الريد بول هاي اللي موجودة عندي ننساها الآن. إذن كما ذكرت طبعا هذا هو الجيت هاب الخاص بكل الكودز. يعني أنا حرصت بصراحة علشان بس يعني ما يضيع وقت حضراتكم، وبنفس الوقت نسهل الجزئية المتابعة. وضعت كل الكودز الخاص بالوركشوب عندنا، بحيث you can scan this Q code اللي موجود عندك أو تذهب لللينك اللي بعتها لحضراتكم بحيث أنك تستطيع التعامل معها. طبعا كما ذكرت أنه الكودز اللي نتعامل معه إن شاء الله بالبايثون، لكن الناس اللي ممكن تقول فقط البايثون، لا ممكن حضرتك تتعامل بالسي بلس بلس أو بالجافا أو بالماتلاب، يعني بأغلب الكودز يعني اللانجوجز عفوا بيتم الاستعانه فيها داخل الويبوتس. كما ذكرت انه اغلب الابلكيشن اللي بيتم التعامل معها تعملها سيميليشن مباشره، ممكن تعملها داونلود على الروبوتس الحقيقي. طيب الان دعونا نتوجه مباشرة إلى أول تطبيق عملي. ما هو أول تطبيق أبليكيشن؟ والله بدي أبدأ أتعامل مع الروبوت. ما هي المطلوب مني؟ المطلوب كالتالي، روبوت، هذا الروبوت اللي موجود أمامكم، بدي أكتب كود بحيث أنه الروبوت هذا يتحرك عندي move forward. جيد، الآن step by step رح نكتب الخطوات التالية. رجاءً ما نكتب كود
ما تعملوا يعني اي جزئيه، نركز الان في الجزئيه اللي حبدا اشرحها، لانه حشرح الان البيزكس الاساسيه اللي بعد هيك حبني فيها كل الاكزامبلز. اوكي، فرجاء الان يعني نركز في جزئيه المهمه اللي حعرضها حضراتكم. الجزئيه كالتالي: الان اريد ان انشئ كنترولر. الكنترولر هذا هو اللي حيتحكم بالروبوت ويتعامل معه. لما بذكر انه حيتحكم في الروبوت بيخطر في بالك مباشره حيتعامل مع كل الاجزاء الخاصه بالروبوت. ما المقصود بالاجزاء الخاصه بالروبوت؟ اللي شرحناها في السلايدات الاولى، اللي هي الجزء الميكانيكال بارتس اوف ذا روبوتس، اللي هي الموتورز. حتعامل مع السنسورز، حتعامل مع الاكتويتورز اللي موجوده عندي، حتعامل مع الكاميرا. اذا جيد، اذا الكنترولر هو اللي العقل المدبر، هو العقل الخاص بهذا الروبوت. طيب انا الاكزامبل تبعي حتلاقي في عندك فايل موجود على الجيت هاب اسمه اكزامبل 1 اي بوك جو فورورد، يعني الروبوت بهالحاله حيبدا يتحرك فورورد. جيد، الان طبعا بالنسبه لل في وصلني رساله انه بتقول في قناه على اليوتيوب، اعتقد المهندس خالد ممكن يجاوب عليها، اللي هي في تشانل خاصه بميد اوشن، مش عارف بالضبط ما هي، لكن بعد هيك ممكن ان شاء الله يعني نرسلها. لكن خلينا الان نركز في هذه الجزئيه. طيب الجزئيه الخاصه بالكنترولينج اوف ذا موشن، اعتقد الكل يتفق معي بما نراه الان. الكونسبت يقول انه لو التو ويلز تحركوا بنفس الاتجاه للامام، سو بالحاله بيتحرك الروبوت عندي فورورد، بدي اعمل تيرنينج ليفت. اذا بهذه الحاله عندي انا ممكن اعمل ستوب للليفت سايد موتور وخلي الرايت سايد جوينج اون موف فورورد، سو بالحاله بيعمل تيرنينج ليفت. تيرنينج رايت بعمل ستوبينج للرايت موتور بخلي الليفت موتور عندي يمشي فورورد، بالحاله اذا تيرنينج رايت. لو عكست الاتجاه يعني خليت الليفت سايد يمشي كلوك وايز والرايت سايد انتي كلوك وايز، اذا بيبدا الروبوت عندي سبين اراوند هيم سيلف. الكونسبت هذا هو مهم لانه الان حنستخدم هذه الجزئيه. لما بطلب من حضراتكم الان ليتس ديزاين، او دعونا الان نكتب ابلكيشن بحيث اني اخلي الروبوت يمشي فورورد 100% الان بناء على الظاهر امامكم على السكرين، انه التو موتورز عندي حيبداوا يتحرك، لازم برمجهم الان. الان حنشوف جزئيه البروجرامينج، انا حخلي التو موتورز عندي موفينج لايك ذس، سو بالحاله الروبوت حيمشي فورورد عندي. ممتاز، كمان ستيب باي ستيب عندي ذاكرها لحضراتكم بالخطوات بالتفصيل. حتى تفتح الويبوتس وتعمل كرييت نيو بروجيكتس وتذهب على الكنترولر عندك وتبدا تكتب سلكت الكنترولر وتاخذ، يعني مسهل لك الموضوع، تاخذ كوبي من الاكزامبل 1 وبيست عندك، بحيث بعد ذلك حتى نفس السلايدات السابقة عرضتهم يمكن فقط في هذه السلايد، ضايف عليهم بعض التعليقات باللغة العربية بحيث نسهل الموضوع في البداية، بحيث إنك بعد ذلك لو طبقت الابليكيشن وعملت له سيميليت بيتحرك الروبوت عندك موف فورورد. بالإضافة للكتابة اللي كتبتها، أنا أخذت كمان نفس الكتابة أخذتهم كسكرين كابتشر، يعني بحيث حضرتك لو يعني الكلام اللي ما حبيت تتبع الكلام اللي مكتوب حبيت تنظر له من خلال سكرين كابتشر، هو بالضبط اللي ظاهر امامك. نيو روبوت كنترولر
بعد ذلك بتختار نيكست، تختار بهالحالة البايثون، بعد ذلك بتكتب اسم الكنترولر، بعد ذلك نيكست، بعد ذلك فينيش، بعد ذلك سيلكت، بتختار الفورورد عندك تماما ستيب باي ستيب عندك، بحيث انه تبدا تتعامل مع الكود. الكود الان اللي هو حنبدا نشرحه جاي. اذا تعالوا الان نبدا بالكود البسيط. الكود البسيط طبعا اعتقد الغالبيه العظمى الان اوير بالبايثون وفاهمين الجزئيات اللي يمكن حشرحها. على العموم انا كاتب بالديتيلز الكومنت عندي وضايف عليها بعض الكومنتس باللغه العربيه، بحيث انه كمان يكون في عندك الانجلش فيرجن كومنتس والعربي كومنتس عندك، بحيث تسهل الموضوع ان شاء الله. في البدايه ضروري اعمل امبورت فروم كنترولر امبورت روبوتس والموتورز، وحنشوف الان الجزئيه المهمه عندي. ان وانس اني عملت امبورت للروبوت والموتورز هستفيد منهم كلايبرريز هدول الان. طيب بعد ذلك بعرف، نحن بنسميها بالسيميليشن ستيب عندي. السيميليشن ستيب عندي 64، وحنشوف بعد هيك ليش انا خليتها 64. اذا عملت امبورت للروبوت عندي وللويبوتس للموتور، اذا روبوت والموتور، عرفت التايم ستيب 64. الماكسيموم سبيد اللي هي الماكسيموم سبيد اللي ممكن يتحرك فيها الروبوت اللي هي 6.28 عندي. جيد. بعد ذلك بحتاج اعرف اعمل كرييت لانستانس عندي من روبوت كلاس، فبعرف بالحاله عندي روبوت دوت سوري روبوت ايكوال روبوت، اذا انستانس روبوت عندي. جيد. بعد ذلك تمام، نحن اتفقنا انه الايبوك عندي يا تو ويلز صح، one of them on the left side one of them on the right side. انا الان محتاج اعمل عمليه اعرف فيها او اتعامل فيها مع التو ويلز اللي هن حاشتغل فيهم بالتحكم في الموشن تبعت الروبوت. So in this case بعرف variable اسمه left motor وبعرف variable تاني اسمه right motor. إذا left motor و right motor عندي. So in this case عرفت two variables اللي حتعامل معها. حتى اتعامل معهم بكتب بالحالة robot.get device لل left wheel و robot.get device لل right wheel. جيد. الآن إذا صار في عندي two variables خاصين بالتعامل مع الويلز بالطريقة هذه. طيب الآن بدي أعمل عملية set the target position، فبتركها بالحالة infinite. التارجت بوزيشن عندي infinite. جيد. فكتبت بالحالة left motor dot set position الخاصة فيهم infinite، والرايت موتور عندي كمان ست بوزيشن عندي كمان بهالحاله انفينيت، لانك ممكن تتحكم انه الديستانس اللي بدي يوصلها، لكن انا بدي اتحكم فيها بالسرعه يعني. طيب تمام. الان تحديد السرعه للموتورز. اذا شايفين السيكونس في البروجرام سهل، عرفت فيها الموتورز، عرفت الليفت والرايت موتورز، حددت بهالحاله عندي الانفينيت لوب لهم. بدي احدد الان السبيد، السبيد يعني الفيلوسيتي. جيد. فبكتب بالحاله ليفت موتورز دوت سيت فيلوسيتي، حدد فيها 0.1. انا قيمه محددها انه السرعه ضبط السرعه الاوليه الخاصه فيهم هي 10%، انا اخترتها 10% من السرعه الماكسيموم سبيد اللي حددتها للليفت والرايت موتورز. ننتبه الان، انا تو ويلز بدي اخليهم يمشوا مع بعض بنفس السرعه، بنفس السرعه وبنفس الاتجاه. اذا بهذه الحاله الليفت موتور دوت
set velocity 0.1 مضروبة في الماكسيموم سبيد بوزيتيف طبعا، والست والرايت نفس الشيء بوزيتيف 0.1 في الماكسيموم سبيد. جيد، وهحط بهالحالة المين المين لوب عندي المين لوب انها تبدا تفضل تشتغل طول ما هو السيميليشن عندك شغال. فبكتب الحاله الوايل روبوت ستيب التايم ستيب عندي لا تساوي الماينس 1. انت بتساوي الماينس 1 اذا انت عملت بوز للسيميليتر اذا ايكوال ماينس 1 يعني بهالحاله ما ضغطت على الستوب سيميليتر. سو بهالحاله حيبدا الروبوتس عندك moving forward طول ما simulating شغال عندك. The two wheels they are moving on the same speed. من أجل ذلك الروبوتس بيمشي بالحالة عندك forward عندك. ليش forward؟ لأنه القيمة وننتبه القيمة لسببين. القيمة اللي موجودة عندك بالليفت موتور دوت سيت فيلوسيتي هذه هون مفتاح الحل. ننتبه السيت فيلوسيتي لها في الليفت موتور تساوي تماما نفس الفيلوسيتي اون ذا رايت موتور. سو بهالحالة بيمشوا الاثنين فورورد. طيب سؤال، لو اختلفت يعني الرايت ويل السرعه تبعته اختلفت عن الليفت ويل، سو بهالحال ما حيمشي فورورد، حيبدا يكون في عندي انحناء للباث اللي حيبدا يمشي فيه الروبوت. والاثنين هذا النقطه الاولى، اذا الفيلوسيتي القيم كفاليو والبوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف يعني الاثنين في نفس الاتجاه، نيجاتيف يعني في عكس الاتجاه، وهذا اللي حنشوفه بعد هيك في الاكزامبلز التاليه. إذن هذا هو الأوبجيكتيف من الإكزامبل 1. أجين حلخص الموضوع، عرفنا الإنستانت روبوت وموتور، اتعاملت مع حددت التايم ستيب الموجود عندي في السيميليشن 64، حددت الماكسيموم سبيد اللي حيتحرك فيها الروبوت. جيد، بعدها عرفت روبوت إنستانت من الروبوت اللي موجود عندي من الكلاس. بعد ذلك عرفت الموتور ويل الليفت والرايت عندي. جيد، عملت get device للليفت موتور و get device للرايت موتور. جيد، وبعد ذلك بديت أحدد ما هي السبيد الخاصة بالرايت وما هي السبيد الخاصة بالليفت عندي. حددناهم كقيمة كفاليوز موجودة عندي. جيد، وداخل المين موجودة عندي. إذا حضرتك الآن لو أخذت الكود اللي موجود في الإكزامبل 1 حتلاقي فيه نفس الشرح الستبس. بليز بعد إن شاء الله إذا حابين بعد الورشة العمل هذه تعال تماما خد كوبي من هذا الكود افهمه، كاتب لك بي ديتيلز فيه حتى باللغة العربية ضايفه، وستيب باي ستيب بحيث انك غير في القيم في الليفت ويل والرايت ويل وابدا شوف اللي حيجاوبك على الجزئيه اللي هو الاكزامبل نمبر 2. في الاكزامبل نمبر 2 انا حددت لك شيء الان، انا بدي يمشي الروبوت عندي I want my robots to move forward 10 steps just only 10 steps. ايه وبعدين 10 right. ممتاز، اذا بهالحالة انا محتاج الروبوت عندي يتحرك عندي move forward 10 steps then 10 right. الخطوات الستبس تماما عندي بنفس السيكونس اللي كنا شارحينه، بس هعدل هنعدل على ما يلي عندي. اذا بهذه الحاله حبدا امشي يعني ذاكر لحضراتكم، هعمل كمان نفس الشيء امبورت للروبوت والموتور. بعد ذلك بعرف التايم ستيب 64،
بحدد التايم الخاص بالسيميليشن، حطيت انها 64، بحدد الماكسيموم سبيد، ممتاز. بعد هيك بعرف انستانس عندي روبوت جيد، بعد ذلك بعرف الليفت موتور والرايت موتور، ممتاز. بعد ذلك بحدد انه للمال النهائي الموجود عندي لان بتتحكم بعد ذلك بالسبيد الخاص فيها. طيب جيد. بعد ذلك انا بدي احدد 10 ستيبس، 10 ستيبس. اذا اكيد بهالحاله هستخدم الفور لوب، فهستخدم لوب الستيب تبعها ان رينج اوف 10، بحيث انه تمشي بهالحاله عندي 10 ستيبس. اذا حكرر اذا في ريبيتيشن عندي 10 تايمز لحركه الموتورز اللي موجوده عندي، بحيث انه يتحرك بهالحاله 10 ستيبس موجودين عندي. طيب بعد ذلك، بعد ذلك حعمل turning right، turning right كما ذكرنا. turning right معناته بالحالة بدي أبدأ أغير التكنيك الخاص بجزئية التحكم في السبيد، السبيد اللي ذكرناهم. هخلي أنا واحدة منهم the left wheel speed to be 50. إذا عشان turning right عندي من الماكسيموم of the speed الرايت ويل سبيد تو زيرو، حوقف الرايت وحخلي تمشي الليفت بهالحاله 50% من السبيد على اساس انه بيعمل تيرنينج، قلل فيها شوي السرعه. فبهالحاله والرايت ويل بهالحاله زيرو، سو ان ذيس كيس هي ويل تيرن رايت عندي. وبعد ذلك المين وايل الاساسيه بخليها بهالحاله ماينس 1 بحيث انه تستمر. إذا بالطريقة هذه أنا الكود اللي موجود أمامكم هذه هي الخطوات اللي موجودة فيه. جيد، هذا بالضبط اللي حتلاقيه في الكود اللي هو موجود عندك في example 2. اوكي، إذا بهذه الحالة نحن نكون يعني تعرفنا على الجزئية اللي موجودة عندنا step by step، خطوة بخطوة عندي، اللي آلية التحكم بالموشن، آلية التحكم في الموشن عندي اللي خاصة بالروبوتس، بحيث خليه بهالحالة الروبوتس عندي يتحرك moving forward عندي أو turning right. اوكي، بالإكزامبلز اللي شاهدناها. إذا بهذه الحالة عندي لو طبقت الخطوات step by step، وكما ذكرت لحضراتكم يعني موضحها سواء كان في الكومنتس اللي موجودة عنا أو في السكرين كابتشرز اللي موجودة عندك في السلايدز، بإذن الله هتستطيع يعني التأكد من تنفيذ الخطوات إن شاء الله بدون أي مشاكل ممكن تظهر عندكم. إذا هذه هي الجزئية المهمة الآن، إنه تعرفنا الآن على المبادئ الأساسية للروبوتكس، استوعبنا العناصر الأساسية اللي موجودة عندي في الروبوتكس، تعرفنا على السيميليشن اللي هو الويبوتس، وعرفنا بالحالة أوبن سورس وهو مهم، والدليل على أهميته إنه أغلب الجامعات على مستوى العالم تستعين بالويبوتس في جزئية الريسيرش، في جزئية سواء كانت الماستر أو البي اتش دي، فيعتبر والنتائج يعني معتمدة من السيميليشن. وكذلك بالقطاع التجاري صراحة أغلب الشركات الآن بتستخدم الويبوتس في عملية التأكيد على الديزاين والبروغرامينج الخاص بالروبوت، بحيث قبل ما يتم عملية يعني إنتاج روبوت حقيقي يتم التأكد من النتائج الظاهرة من السيميليشن عنا، بحيث يتم اعتمادها وبعد ذلك تطبيق أو يعني إنتاج
الروبوت بشكل حقيقي. إذا هذا أهمية السيميليشن عندنا، سواء كانت من الناحية الأكاديمية أو الريسيرش أو الماركت الموجود عندنا. وبدينا نتعامل بعد ذلك مع باستعمال روبوت اللي هو الإيبوك روبوت، روبوت حقيقي موجود في السوق يمكن شراءه. تعاملنا معه نحن كسيميليشن، بحيث الكود اللي تعاملنا معه اليوم اللي هو كيفية التحكم بالميكانيكال بارتس الموجودة عندي في الروبوت من خلال برمجة الموتورز اللي موجودة عندنا باستخدام البايثون كبروجرامينج لانجويج عندي. وتعرفنا انه ما هي الستيبس الاولى للتحكم بالبدايه، للتحكم مع الميكانيكال بارت اللي موجوده عندي في الروبوت، بحيث انه كل الجزئيات اللي ظهرت امام حضراتكم يعني جزئيات كما ذكرت هي يعني حقيقيه، ويمكن يعني تنفيذها على أرض الواقع عندي. إذا هذه كانت الجزئية المهمة في أول يوم أو في الورشة الخاصة ب اللي هو day one. فيعني لو في أي سؤال أو أي استفسار من حضراتكم ممكن يعني كتابته، وأنا مباشرة إن شاء الله راح أدون هذا السؤال، بحيث إن شاء الله غدا بإذن الله أقوم بالإجابة على أي استفسارات من حضراتكم أو أي جزئيات يعني كان فيها لبس، بحيث إنه إن شاء الله يعني أقوم بأول ربع ساعة الإجابة على أي يعني أي لبس أو أي استفسار من حضراتكم. طبعا الناس اللي يمكن بعثت لي اكثر من مسج انها بتسال على المحاضرات، انا وضحت لحضراتكم بعثت على اللينك، اعتقد بعثت اللي هو اللينك، ممكن نبعتها مره ثانيه، اللي هو خاص اللي هو ظاهر امامكم اللي هو الجيت هاب الخاص فيه. وقلت ذكرت انه اول جزئيه الخاصه بهذا هو البي دي اف فايل، سو بالحال اذا عملت عليه كليك حتعمل داونلود للبي دي اف فايل اللي فيه بالضبط السلايدز اللي هو لحضراتكم، يعني بحيث انك ممكن تضيف عليه نوتس، انا سامح للتغيير فيه لكتابه اي نوتس ممكن. وبعد ذلك كل الاكزامبلز اللي بدي استعين فيها هي موجود مع حضراتكم، يعني انا ممكن نضيف كمان نبعته مره اخرى. تم ارسال اللينك الخاص بالجيت هاب، فان شاء الله بتجدوا فيه كل الماتيريالز اللي موجوده عندكم. بالنسبه لرابط المحاضره المسجله اعتقد ان شاء الله الباشمهندس خالد راح يزودكم بكل المعلومات الخاصه ب سواء كانت اللينكات الخاصه بالمحاضره وكذلك الرابط الخاص بالريكوردد فيديو، فكلها ان شاء الله بيتم ارسالها. طبعا كما ذكرت انا البي دي اف فايل بيحتوي فيه بالتفصيل، هو نفس اللي عرضته لحضراتكم بالتفصيل لكل الاجزاء، سواء الكونسبتس اللي بيتم شرحها، السكرين شوتس من الابلكيشن، بالنسبه للاكزامبلز موجوده امامكم ستيب باي ستيب فيها، بحيث انه ان شاء الله ما تواجهكم اي اشكاليه في عمليه التطبيق العملي، وكذلك الجيت هاب لكل الكود الموجوده. بالنسبه طبعا للشهادات ان شاء الله الباشمهندس خالد حيبعت اعتقد يمكن بعد نهايه الورك شوب اللي هو غدا، يعني هو باذن الله بيتواصل مع حضراتكم بحيث يتم ارسال الشهادات الحضور لكل ما شرفنا ويعني شاركنا لقاء اليوم ان شاء الله. لو في اي استفسارات انا جاهز ان شاء الله للاجابه عليها،
وأشكر لكم يعني حضوركم، وشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله هيك بيكون يعني الوركشوب سهلة وبسيطة، يعني ما يكون فيها أي عبء على حضراتكم، ونلقاكم على خير إن شاء الله غدا في اليوم الثاني اللي لقائنا، ونلتقي بكم إن شاء الله على خير، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور خالد إسكاف، شكرا لكم ولحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.